حنا عارفين المسؤوليه اللي علينا. والا رجعتي للتاريخ ديال فريق الوداد في التظاهرات راه غادي تعرف التاريخ ديال الوداد واللاعب اللي دازوا في الوداد. حنا بالنسبه لينا داكشي اللي دار الحكم داكشي وقع، والكاف اتخذت الاجراءات اللازمه. الحكم الا كان غلط راه الكاف اخذت الاجراءات اللازمه وتم التوقيف ديالو. انا كنظن انت الا تفرجتي في المقابله اللي لعبنا مع فريق الترجي راك واقيلا شتي الحكم اجدا. انا كنظن الحكم كان عنده اخطاء، واحد هو الاخطاء اللي كان ضدنا باش يحيد لك هدف وضربه جزاء، ماشي حاجه اللي سهله. احنا الحمد لله خدينا باحترافيه، شفنا بزاف ديال البلاغات وبزاف ديال الهضره اللي كانت من وراء المقابله. انا كنظن احنا كتبقى هذه غير مقابله في كره القدم. احنا العلاقات ما غاديش تخسر الحمد لله، لا ما بين الجماهير ديال الترجي ولا ما بين الجماهير الوداديه ولا ما بين الشعب المغربي والشعب التونسي. العلاقه اللي كبيره على مر الزمان، وحنا كنبقاو كدول عربيه ودول اسلاميه كنحترموا بعضياتنا. والمقابله اللي غادي ناخذوا غدا غتبقى مقابله في كره القدم. وانا كنظن احنا الفريق ديالنا كنراسل الكاف على الاخطاء التحكيميه، حيت داكشي من حقنا وداكشي كاين في قانون اللعبه، ومن حقنا نحتجوا على التحكيم الا شفنا راسنا مضرورين. ولكن هادشي كامل كيبقى غير كره القدم، اي واحد يمكن ليخطأ.